وسهلا فيكم، بسرنا جدا بيت مستقبل نستقبلكم لهالندوة هيدي حول الانتخابات. نعرف تماما شو الشعور اللي موجود عندنا كلنا، والنوع من الفريستراسيون، المرارة الموجودة، خاصة انه مجموعة من القوانين ما بنعرف كيف يعني كيف تصدقت، والزلات الموجودة فيها. على كل حال مهم جدا هاللقاء هذا اللي بده يركز خاصة من قبلكم انتو أخصائيين وأكاديميين وتقنيين بهالقطاع. نحن كثير مشكورين للمشاركة. راح أترك كلام لسام ولا ست هنا. وين ست هنا؟ ست هنا واصلة، هي باسم كونراد أدنور، حتى يحطوا الإطار التقني لهذا الموضوع. شكرا جدا. طيب، بنكرر الترحيب بالحضور. الحقيقة بنشكر الجميع على استجابتهم لهذه الدعوة. يعني هذا باسمي وباسم فخامة الرئيس جميل طبعا، وباسم كونراد أدنور. حقيقة بمراحل تحضير لهذا اللقاء كثر تساءلوا وسألوني ما جدوى البحث في قانون الانتخاب والانتخابات قد لا تحصل، أو البعض جزم وقال أنها لن تحصل. آخرون يعني وجهة نظر أخرى اعتبرت أنه لسيما بعد التسوية الأولى، وبالطبع بعد التسوية الثانية، أنه نتائج انتخابات معروفة سلفا، وأن كل القوانين سوف تؤدي إلى نتائج معروفة تخدم أركان التسوية. هذا وجهة نظر تاني. وجهة نظر ثالثة استمعنا، يعني نحن وعم ندعي وبإجراءات التحضير، بتقول أنه مخاوفهم تتجاوز حقيقة النتائج المعروفة، أنه النتائج قد تكون معروفة أو لا، إلى خشية تطال نتائج هذا التصويت وتؤدي إلى غلبة فريق يترجم غلبته تغييرا في بنية النظام ووجه لبنان، وتحويل فائض القوة إلى وقائع قانونية ودستورية وفي بنية الدولة. إذن ثلاث وجهات نظر كانت عم نستمع لها بين الكلام عن أو التحضير لهذا اللقاء. نحن في بيت المستقبل وطبعا بالتعاون مع كونراد أدنور أخذنا هذه المقاربات كافة، إنما أيضا نعتبر أن حوارا هادئا حرا معمقا في موضوع الانتخابات بعامة وقانون الانتخاب بخاصة، هذا القانون الجديد يبقى حاجة ملحة اليوم، لا سيما في هذه الظروف. وطرحنا عدد من الأسئلة المحاور في النبذة التي وزعت على الجميع مع الدعوة، كانت مرفقة بالدعوة. السادة يعني النائب مخيبر والوزير باروض والأستاذ شهاب والمحامية لارا سعادي سوف يقدمون مقاربتهم لجوانب من هذا القانون، ومن بعدها يفتح الحوار بإدارة الدكتور نواف كبانة. يعني نحن نتأمل أن يخرج أو أن تخرج هذه الحلقة والتقرير الذي سوف يصدر عنها، والذي سوف يرسل إليكم ومن ثم ينشر على موقع بيت المستقبل، أن يشكل أو إجابات، ما بعرف الكونراد قد تنشر أيضا النسخة باللغة الإنجليزية، أن يجيب على أسئلة كثيرة تحيط بهذا القانون، تحيط بهذا القانون حتى من الناحية التقنية اللي هي المطلوب إضاءة حولها، لأنه في عدد كبير يمكن حتى من المعنيين والخبراء لا يزالون يجهلون بعض. فبتأمل أنه تكون هذا التقرير هو مادة للتداول بهذه الأفكار، على أمل أن تتضمن هالحلقة أفكار جديدة تضيء، ما بعرف بهذا الوقت كما قال الرئيس جميل، شمعة في ظلمة هذا الواقع الذي نعيشه.
أنا بترك إدارة الندوة لزميلنا دكتور نواف كبارة، وقبل الكلمة كلمة كونراد أدينوار للسيدة هنا ناصر. فخامة الرئيس أمين الجميل، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، أيها الحفل الكريم، صباح الخير. يسعدني أن أفتتح هذا الحوار حول موضوع القانون الانتخابي الجديد نحو أي لبنان باسم الممثل المقيم لمؤسسة قارة أدنور في لبنان الدكتور مالتي جايا، وذلك بالتعاون مع شركائنا في بيت المستقبل. نهدف من خلال هذا الحوار إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال تأمين الشفافية والمساءلة، ولبنان كما تعرفون يعد من الدول القليلة في المنطقة التي تطبق الديمقراطية. لقد عرف لبنان منذ استقلاله عدة قوانين انتخابية، وكان كل قانون يعبر عن نهج معين. الدوائر الكبرى عبر قانون الانتداب الفرنسي في عهد بشارة الخوري، الدوائر الصغرى في عهد كمي شمعون، الدوائر المتوسطة في عهد فؤاد الشهاب وهو قانون لا غالب ولا مغلوب، وما تبعها من تعديل في عدد المقاعد من 99 في العام 72 إلى 128 في العام 92، وهو ما يعتبر مرتفعاً مقارنة مع كثير من الدول، علماً أن اتفاقية الطائف كما نعرف كانت قد حددت عدد أعضاء المجلس النيابي ب 108. تلا ذلك قوانين ما يسمى بالحقبة السورية، أي الدائرة المتوسطة أو ما يعرف بنظام الكتلة، مع عدم تساوي عدد المقاعد وتقسيمات جغرافية لا معيار لها، حتى وصلنا إلى قانون 25/2008 الذي تضمن بعض الإصلاحات الأساسية، منها إجراءات الانتخابات في يوم واحد، إقرار حق المغتربين في الاقتراع، حق هيئات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، اعتماد الصناديق الشفافة، إلزامية الاقتراع داخل المعزل، وغيرها من الإصلاحات التي بقت منقوصة في مقابل سقف إنفاق مالي مرتفع وغير قابل للمراقبة. مع إقرار قانون الانتخابات الجديد 44/2017 حاول المشرع إدخال ما يعتبره إصلاحات معينة عبر تحديد آلية لتعيين أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإعطاء حق الاقتراع للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية وإدخال البطاقة الإلكترونية الممغنطة، ولكن المشرع لا شك خسر الرهان حول تخفيض سن الاقتراع من 21 إلى 18 وغياب الحصة التمثيلية للمرأة وكذلك الحصة الشبابية، وقطع الطريق أمام وصول مرشحين مستقلين إلى المجلس النيابي مع وضع العتبة الانتخابية مساوية للحاصل الانتخابي، وفتح المجال أمام الأحزاب لتشكيل عدة لوائح بدل من واحدة من خلال اللوائح غير المكتملة، وكذلك اعتماد دوائر انتخابية صغيرة مقارنة مع ما يتطلبه النظام النسبي الفعال، ما يسمح بهدر الكثير من الأصوات مع ازدياد عدد الدوائر، فهناك 15 دائرة غير متساوية تسمح لناخب بانتخاب 13 مرشحا وآخر ينتخب 3 مرشحين فقط. كذلك اعتماد الصوت التفضيلي الواحد الذي من شأنه في بلد كلبنان أن يعزز الخطاب الطائفي. مع كل ما سبق دخل لبنان في سباق جديد نحو مقاعد السلطة، بينما لا يبدو أن إدخال النظام النسبي سيعزز الممارسة الديمقراطية، خاصة مع غياب الإلمام الكافي عند الكثيرين من الناخبين بالقانون الجديد وتأثيره، وهو ما ينطبق جزئيا أيضا على الأحزاب التي تتريث في الدخول في التحالفات، وقد يراهن البعض على عدم إجراء الانتخابات والتمديد للمرة الثالثة للمجلس النيابي، الشيء الذي من شأنه توجيه ضربة قاسية لديمقراطية النظام السياسي اللبناني الذي تراجع في ترتيبه الدولي، حيث احتل المرتبة 102 عام 2016 في الوقت الذي احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً و69 عالمياً. وفي النهاية يقال أن القانون 44/2017 مفصل على قياس الأحزاب والسلطة الحاكمة على حساب التمثيل الصحيح وعلى حساب خلق نخب جديدة، كما وعلى حساب حق الشباب والنساء في المشاركة. نتمنى أن يجيب هذا النقاش على هذه الأسئلة وعلى غيرها طبعا، وأن يتم إجراء الانتخابات في وقتها إن شاء الله، وشكرا. صباح الخير جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بهالندوة المهمة جدا، رغم أني أنا مع السامع بتسائل ليش عم نعملها بعد ما أقر القانون، مش قبل النقاش كان حول القانون، بس بعتقد مطلوبة لأنه حتما هذا القانون وبعد الانتخابات وإن شاء الله حتصير الانتخابات حنحكى فيه كثير بإعادة النظر فيه نتيجة شو الظروف اللي رح تطلع من طبيعة الانتخابات اللي حتجري. عادة أي قانون انتخاب جديد هو دائما في عنده تناقضين، النقطة الأولى فيه هو إنه قديش الشعب يخدم
نقل البلد إلى مستقبل جديد، لفتح المجال أمام قوى جديدة لتحكم. والتناقض والوجه هذا المبدأ وهذا التوجه هو مصالح القوى السياسية اللي دائما بتحب تنتج نفسها وتحافظ على مواقعها في السلطة، وكثير من الأوقات تتناقض مصالح مستقبل البلد مع مصالح القوى السياسية القائمة. بلبنان عندنا مشكلة ثالثة، مش بس مصالح القوى السياسية، مصالح القوى الاجتماعية، يعني الطوائف كمان يلي بتخاف في انه اذا اجت الانتخابات انها تلغيها او تضعفها او تغير لها موقعها بتركيبة السلطة. وبدي زيد نقطة رابعة قبل ما نفتح النقاش، هو انه موضوع هل نحن عندنا مواطن ديمقراطي في لبنان؟ هل عندنا ناخب مشكل كناخب يفهم صلاحياته ومسؤولياته وواجباته؟ هذه نقطة كمان مش عم نطلع عليها كتير وما عم نشوفها كتير. بتأمل إنه بهالندوة هاي حنقدر نضوي على كتير من هالشغلات هاي اللي ممكن تفتح باب لنقاشات أعمق في المستقبل حول القضية الانتخابية برمضان. نحن معنا ساعة، نحن فعنا على الوقت تمام، هلا ساعة 10:15، معنا ساعة، معنا 4 متكلمين. غسان مأخر شوي، لحبلش مع أنا بدون ألقاب زياد، مع زياد بعتيد معنا شي 10 دقايق. زياد برياح، كيف جدك؟ كيف صدق عزيز فخامة الرئيس، الأصدقاء والصديقات، صباح الخير. استسلام كان عم يسأل ما جدوى البحث في قانون الانتخاب. ذكرني من كم سنة كتبت قانون الانتخاب بحث فيه أم بحث عنه، وعلى مدى سنوات كنا نبحث عن قانون الانتخاب. اليوم نحن نبحث في قانون الانتخاب، وهذا جيد رغم أنه صدر القانون، بس يمكن لأنه المطبخ الانتخابي أو مطبخ قانون الانتخاب اقتصر على البعض دون إشراك آخرين في مناقشة هذا القانون، وكان في حلقة ضيقة جدا هي اللي طبخت هالقانون. ولكن رغم ذلك يسجل للفريق الذي تولى أعداد القانون الجديد، يسجل له إنجازه ولو في الربع ساعة الأخيرة. وخليني أذكر أنه صدر القانون 17 حزيران، ولاية المجلس الممددة بوقتها لمرتين كانت تنتهي ب 20 حزيران، يعني قبل 3 أيام من انتهاء الولاية. بالتالي بين مزدوجين مثل ما نقول باللبناني زمطنا من 3 احتمالات سيئة: احتمال الشغور بحلول 20 حزيران وعدم إقرار قانون، احتمال إقرار قانون تمديد دون قانون انتخاب، واحتمال أن نبقى على 60. وكان هالشي طبعا بيستوجب أنه يكون في قانون جديد يعني يعدل المهل، لأنه كان في مهل بقانون 60 سقطت. إذن هذا القانون على الملاحظات اللي ممكن أنه يكون عنا عليه، على الأقل أصبح موجود وأصبح يمكن أن يبنى عليه. هذا القانون أدخل النسبية لأول مرة بلبنان من سنة 34. نحن من 34 نعتمد النظام الأكثري، والنسبية، وهذا رأي علمي مش بالسياسي، النسبية دائما تؤدي إلى مشاركة ناخبة أوسع، لأنه في ناس ما بتصوت بالأكثر لأنه صوتها ما بيودي، بتصير تصوت بالنسبة، وبيؤدي كمان لتمثيل مروحة أوسع من الناس، لأنه بتعريفها النسبية هي إدارة أفضل للتنوع. ومش بالضرورة وقت منقول تنوع يعني طائفي، في تنوع سياسي، في أقليات سياسية لا تتمثل بالنظام الأكثري، خصوصا بنظام أكثري بلوائح مثل اللي منعرفه بلبنان البلوري نومينال، يلي هو من يعني من غرائب النظام الأكثري. طبعا على مستوى الناخبين، عم جرب أعطي ملاحظات سريعة على مستوى الناخبين، في امتعاض من حسه وقت منحكي معهم، امتعاض من حصر الانتخاب بليحة ثم ضمن الليحة حصرة بصوت تفضيلي واحد، ثم الصوت التفضيلي الواحد ضمن القضاء مش بالدائرة الانتخابية. بس كمان هيدي هي النسبية هيك تشتغل، ما فينا نحكي عن نسبية خارج لوائح مقفلة، ما فينا نحكي عن نسبية بدون صوت تفضيلي بلبنان، لأنه فينا نعتمد نسبية مثل بتونس يلي ترتيب اللوائح مسبق من الأحزاب. بس نظرا للتحالفات اللي بتحصل بلبنان بين احزاب وطوائف وغيرها، صعب جدا انه هن يرتبوا لائحتهم. مشان هيك بنروح على صوت تفضيلي، هو بالواقع لازم نسميه ترتيبي مش تفضيلي، لانه هو يرتب اللائحه، يرتب مين اول ومين ثاني ومين ثالث بكل بساطه.
بكل الأحوال هذا القانون الذي أصبح نافذ لا شيء يمنع حتى اللحظة من إجراء الانتخابات، لا أقول في موعدها لأن موعدها كان بحزيران 2013. هذه الانتخابات لن تكون في موعدها، هي ستكون في الموعد الممدد للمرة الثالثة، أي قبل 21/5/2018 يلي هي انتهاء ولاية المجلس. للتذكير، هذا التمديد الثالث كان سببه أو كان ذريعة وراء اعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة، طارت البطاقة بس بقي التمديد وبقيت الانتخابات مؤجلة إلى ما قبل 21/5/2018. الحكومة ووزارة الداخلية طبعا كل واحد حسب صلاحيته أخذ الإجراءات التحضيرية المطلوبة، والداخلية والحكومة احترمت المهل اللي نص عليها القانون 44. بذكر مثلا تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، هذه الهيئة تشكلت ضمن المهلة، لم يتم تخطي المهلة، في إجراءات العلاقة بالقوائم الانتخابية بعدنا ضمن المهلة فيها، دعوة الهيئات الناخبة بعدنا ضمن المهلة. لحد اللحظة ما حدا بيقدر يقول أنه صار في تخطي لأي من المهل المنصوص عليها بالقانون 44، وهذا جيد. السؤال اللي عم ينطرح اليوم عند كتار أنه بات واضحاً أنه ما في بطاقة إلكترونية ممغنطة، هل سيؤثر ذلك على إجراء الانتخابات؟ الجواب واضح بالقانون برأيي. المادة 84 ذكرت البطاقة، ولكن المادة 95 من القانون ذاته أبقت على بطاقة الهوية وجواز السفر كمستندين للاقتراع، وبالتالي لن يؤدي عدم اعتماد البطاقة الممغنطة أو الإلكترونية لن يؤدي إلى تطيير الانتخابات أو إلى خلل على المستوى الإجرائي. هل الناخبين جاهزين؟ لأنه هيدا كمان سؤال يعني حب أستاذ سام أنه نناقشه، هل في جهوزية عند الناخب؟ الحقيقة أنه تعقيدات القانون هي على مستوى المكانات الانتخابية مش على مستوى الناس، والمكانات الانتخابية تعرف هندسات القانون، لأنه صار فيها نحكي عن هندسات انتخابية اليوم مثل ما بنحكي عن هندسات مالية، هندسات القانون بتعرفه تمام المكانات الانتخابية، ومش هون المشكلة. على مستوى الناخبين القانون سمح أو أعطى هيئة الإشراف صلاحية بين مزدوجين نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين، وبعتقد أنه وزارة الداخلية عم تحضر شيء بمطلع السنة لتفسر شوي كيف بتم الانتخاب، مع أنه برأيي الانتخابات بهذا القانون أسهل من القانون السابق، لأنه في بطاقة مطبوعة سلفاً pre-printed ballots يلي منا بس تقني، جانب تقني، هي تأثيرها بحرية الناخب تأثيرها كتير كبير، ومشان هيك كان في يعني إصرار عليها، ومشان هيك هيدي من الإصلاحات بالقانون الجديد أن تعتمد بطاقة مطبوعة سلفاً. قبل كنا نعمل قبل ما نروح على الانتخابات ناخد شقفة ورقة من البيت نكتب عليها الأسامي مثل ما بدنا، هيدا صاحبنا، هيدا خدمنا، هيدا ربطنا، وينعمل لوائح احيانا كثيرة او يكتبوا لنا، واذا كاتبين لنا اياها بتبقى مطبوعه بفونت بحرف معين لنعرف كيف مين صوت كيف، وبما انه الاقلام نسبيا صغيره بين 200 يعني معدل 200 صوت بالقلم سهل انه تعرف على مستوى المندوبين، ما هيك استاذ ربيع بيعرف واحد كيف طلعت النتائج وبيقدروا يدوزنوا مين التزم بما وعد ومين لا. هل سيأتي القانون الجديد بجديد على مستوى النتائج؟ عندي ثلاث ملاحظات سريعة بالموضوع. أولا النسبية دائما تأتي بتنوع، تعبر عن التنوع، وهي أصلا تهدف إلى تمثيل الجميع، فلا يتم تضخيم تمثيل أحد ولا يتم إلغاء تمثيل أحد. ملاحظة تانية بالتطبيق، لا يمكن للهندسات الانتخابية مهما بلغ مستوى دقتها أن تحسم النتائج سلفا، ولذلك هناك دائما مفاجآت وسيكون هناك مفاجآت. ملاحظة الثالثة بالمقابل، ونظرا لعتبة التأهيل المرتفعة، عتبة التأهيل هي الحاصل الانتخابي، يعني عتبة التأهيل ستختلف بين دائرة وأخرى من 10% ل 22%، وهذه أرقام مرتفعة،
عتبة التأهيل وقت تضرب للعشرين بالمية يعني بتصبح إقصائية لعدد من الأقليات السياسية، وهيدا ما بقى يشبه النسبية. النسبية هي إشراك أكبر، وقت منعمل عتبة تأهيل مرتفعة منكون حكما رايدين مسبقا أنه عدد من القوى السياسية ألا تتمثل. طبعا هيدا كمان رح يفرض على حتى على الأحزاب والقوى القائمة رح يفرض تحالفات معينة مع مجموعات محلية مع مستقلين، لأنه كمان الكل بده يهدف لضمان تأهيل اللائحة. إذن القانون نافذ، بالخلاصة القانون نافذ، لن يكون هناك تعديل برأيي، لأنه التعديلات الطفيفة ممكن نتجنبها، والتعديلات الجوهرية لا رغبة سياسية في مقاربتها. يعني مثلا الحديث عن أنه صوتين تفضيليين بدل صوت واحد، بعتقد هيدا مستحيل، لأنه وقت اللي انعمل الصوت التفضيلي الواحد بالمطبخ اللي حكيت عنه كان لسبب، وهذا السبب لم يزل، والتفاهمات السياسية التي أدت إلى هذا القانون لا تزال قائمة على هذه المستويات. تاني ملاحظة بالخلاصة، الانتخابات قبل 21/5، وهناك حديث بأن تجري الانتخابات قبل ذلك، طبعا لأنه في شيء مستجد على المستوى السياسي، لأنه بعض القوى السياسية يمكن ترغب أنه اللحظة السياسية القائمة اليوم تستفيد منها، ولكن هذا بيستوجب تعديل بعض المهل، وبده بالتالي تعديل للقانون. مشان هيك بظن أنه ما رح نروح على تقريب الموعد بحدود كبيرة، بس بما أنه حسب القانون فينا نعمل انتخابات بالستين يوم اللي بتسبق 21/5 اللي بتسبق انتهاء الولاية، يمكن يكون في رغبة أولا بدعوة الهيئات الناخبة من هلأ، يعني يكونوا في وضوح بالدعوة، ما ننطر آخر فترة يعني النهار التسعين يلي هو بيفرضوا القانون، ويمكن أنه تكون الانتخابات بستة أيار عم بيحكوا عنها، يمكن بأواخر نيسان حسب ما رح تكون الأمور. التحالفات، ملاحظة الثالثة، لم تتظهر بعد، ما حدا كشف وراءه تقريبا، بس أكيد ببداية العام لابد أن تتبلور، لأنه صرنا عم ندخل على المهل الحاسمي. الإصلاحات متواضعة في القانون، طبعا البطاقة المطبوعة سلفا إصلاح، ابتراء غير المقيمين، وتسجيل 92,810 ناخب في الخارج، هذه إيجابيات، ولكن غاب عن هذا القانون إصلاحات، أو غابت عن هذا القانون إصلاحات باعتقادي مهمة، مثل الكوتا، مثل هيئة مستقلة للانتخابات، ربما اقتراع العسكريين، بس أهم من هيدا كله عدم رفع السرية المصرفية، وهذا مطلب مزمن. باعتقادي أنه طالما ما حكينا عن رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح، عبثا نحاول أن ننظم الانفاق المالي. الانفاق المالي مثل ما كان بال2009 سيكون في 2018، لأنه السقف أصلا السقف الانفاق عالي، وأهم من هذا نسوء سقف الانفاق. طالما في سرية مصرفية، بعتقد عبثا نحاول ضبط الانفاق المالي إلى حدود كبرى. أنا خلصت. نحن بنظام مجلسي من التسعين، ومشان هيك مجلس نواب منتخب سيكون مهم، أمل أن يأتي بجديد ولو كان نسبيا. شكرا زياد، شكرا جزيلا. أنا أعطيته 3-4 دقائق زيادة معنا وقت. عذرا. خالد خاطر، خالد شاب. فخامة الرئيس، زملائنا، يسعد صباحكم. أنا هوفر الأربع دقائق اللي أخذهم، هخفف من الموضوع، هحاول أحكي بس شغلي، أنه نحن يمكن بالمبدأ من 2011 بدأ البحث حول قانون جديد للانتخابات النيابية، وانطرحت عدد مشاريع، وتألفت لجان بالمجلس النيابي، ولجنة يمكن أظن دكتور أحمد كان موجود فيها من 2011-2012، وانطرحت مشاريع متعددة لإخراج قانون جديد. من ضمن المشاريع اللي انطرحت الدوائر الصغرى، مقعدين وثلاثة وأربعة وأهل مجرة، انطرحت التأهيل الطائفي، انطرحت التأهيل المذهبي، انطرحت مشاريع متعددة، ولكن قدرنا أن نتوصل بشكل أو بآخر إلى التمثيل النسبي، اللي البعض فينا عم ينسى بشكل أو بآخر أنه هذا بيمثل كل الناس. ليش؟ يعني كلنا منقول أنه نحن الفئة الحاكمة كنسلت الآخرين وفصلت هذا القانون على قياسه. طب بيروت مدينتي
بانتخابات بلدية بيروت قديش جابت؟ جابت 30,000. وكل الأحزاب المتبقية قديش جابت؟ 50,000. يعني بشكل أو بآخر هذا القانون يفسح المجال أمام كافة القوى والفعاليات أنه تتمثل بشكل أو بآخر، منه هو الكمال المتكامل اللي كنا نسعى له. أنا مش حابب أحكي ببنود القانون حول سن الاقتراع اللي تمنينا كثيرا نحن أنه يكون 18 سنة، وأيضا لظروف نسبة النمو فيما بين المذاهب و و و هالموضوع تأجل. بغض النظر عن التمثيل لعدد النواب بنفس المذهب، بنفس المذهب يعني بتلاقي بنفس المذهب 3 نواب ل 180 ألف ناخب، وبتلاقي نائبين ل 36 ألف ناخب. يعني حتى التوزيع اللي موجود مش راكب مظبوط. هذا المشروع بشكل أو بآخر هو أفضل ما كان يمكن أن ينتج لهالحالة اللي نحن عشناها بعد عدة محاولات، انعملت مشاريع متعددة. أنا ما حابب فوت بالتفاصيل لأنه 2008 غالبية المواد اللي موجودة بال2008 هي ذاتها تقريبا اللي موجودة من حيث العمل التقني في القوائم في الإجراءات والمجرة. كل ما أشار له معالي الوزير بارود صحيح صار في شوية تحديث. أنا حابب أعطي إكزامبل لأنه الناس كلها بتقول أنه هذا الانتخاب صعب وفي مشكلة. لا، الصوت التفضيلي في مكان يمكن حصره بفيد، يمكن توزيعه بفيد، يمكن بيضر. نعم، النتائج غير محسومة. أنا حابب بس حبيت وقلت له للأستاذ سام أنه حنعمل برزنتيشن صغير إذا بتحبوا نشوفه حول منطقة من المناطق. بس ما في حاصل انتخاب 22,000، ما في دائرة 3، أصغر دائرة كبرى هي 5. القانون تقسم 15 دائرة كبرى و26 دائرة صغرى، والدوائر الصغرى ليست قضاء وليست مدينة وليست أحياء. في مكان هي أحياء ببيروت، في مكان هي قضاء في بعض المناطق، وفي مكان هي مدينة مثل قصة صيدا. أوكي؟ فالتقسيمات هي 26 دائرة صغرى. وليش الدائرة الصغرى نعمل الصوت التفضيلي؟ حتى لا يتغلب من تفضل بمنطقة أخرى عن المنطقة اللي أنت عم تنتج منها الممثل تاعك. وليش نعملت النسبة؟ لأنه في دائرة بتلاقي فيها 150 ألف ناخب مع دائرة فيها 20 ألف ناخب. يعني بشكل أو بآخر بيتغلب 150 ألف بالتوزيع. إذا بدنا نروح إحنا على الفاليو نمبر بيغلب على البرسنتج نمبر بتمثيل من أريد أنا بمنطقتي. الموضوع مش يعني حنقول هو اللي إحنا بدنا إياه كنا أبدا، بس هذا يمكن أفضل ما يمكن إنتاجه. إذا ممكن بس أنا حبيت أعمل إكزامبل في شغلة كمان بدنا نقولها. اليوم بلوائح الشطب بال2017 18 فاصلة ما انتخبوا بعد، و22% تحت الأربعين. يعني تقريبا 41% من لوائح الشطب هلأ الجديدة هلأ هني تحت الأربعين سنة، يعني الشيل جيل الشباب الجديد. هذه الدقائق محسوبة شيء؟ لا لا لا، وقت متقطع. بالإذن من الزميل ربيع، لأنه ربيع هو بروفيشنال بال الصفحة الثانية. شو ربيع؟ شو النتائج ربيع؟ شو؟ ربيع بيقدر لك النتائج، ما فيك ما تقول لا. بيعطيها. يعني هلا هيدي التوزيعات اغلبكم كلكم بتعرفوها، ما في لزوم نفوت بتفاصيلها. هي عباره عن 15 دائره و26 15 دائره كبرى و26 دائره صغرى. اكبر دائره هي 13 واصغر دائره هي 5. نعم، طبعا عدد الناخبين هلا حسب لوائح 2017 بالدوائر بيتراوح من رقم، يعني بيحصل الحاصل الانتخابي ممكن تلاقي 17,000، وممكن تلاقي الحاصل الانتخابي في بعض الدوائر 36,000. وهذا كمان منه مش هذا العدل، بالعكس. اذا بدنا نحكي احنا بدنا نحكي انه ندرس كل القانون بتمثيله في كافه المناطق من حيث الجغرافيا ومن حيث الطوائف.
القانون قال انه فيك تألف اللوائح يجب ان تكون مقفلة او 40% 40% من عدد المقاعد في الدائرة الكبرى على ان لا تقل عن 3 مقاعد، شرط ان يكون هناك مقعد لكل حد ادنى من كل دائرة صغرى طبعا، وميز اللوائح بألوان واسم، وميز المرشحين بصورتهم واسمهم الثلاثي وعن المقعد اللي هن مرشحين عنه وعن الدائرة الصغرى، والناخب له حق ينتخب للائحة، وفي كرايتيريا حتى القانون قال هيدي اللائحة تاعتنا زرقاء حمراء صفراء خضراء اللي بدك اياها وشو ما بتسميها. وعلى فكرة القانون قال انه اللي بيقدم بالاول هو اللي بينحط راتبية حسب ما بتتقدم اللوائح، مش انه والله اذا جيت انا قدمت بعد واحد بيجي بيحط لي لائحتي قبله. هذه اللائحة اللي هي بدنا نصوت عليها بتتضمن اسم اللائحة ولون اللائحة واسماء المرشحين وصور المرشحين، وقال القانون انه انت بتصوت للائحة، وفي حال ما صوت للائحة صوت بصوت تفضيلي بيعمل كذا وهنا مجرة امور متعددة حددة مشان ما اخذ من وقتكم. انا اخذت مثال طرابلس من يضنية حسب الطوائف والمذاهب بكريتيريا معينة، قدرت نسبة التصويت لكل المذاهب، وطلع عندي انه بالشمال بالدائرة رقم 2 اللي مسمينا بالقانون طرابلس من يضنية بالشمال طلع عندي بيصوت 300 من اصل 343 الف ناخب بحدود 187 الف، علما انه النسبة هي بال 2009 اقل من هيك، ولكن هذا المجال النسبية حتفتح يعني نفسية الناس انه تعمل لوائح. فانا قدرت اذا عندي 6 لوائح ترشحوا واجت اللائحة اي مثل ما شايفين عنا، ما بعرف اذا في بوينتر ولا كذا، اخذت 73 الف صوت واخذت 69 الف صوت، لانه في اصوات تفضيلية ممكن تضيع، ممكن مو واحد يفوت يصوت لللائحة او العكس، اوكي يصوت لللائحة ما يصوت لصوت تفضيلي ولا مجرة. فاعتبرت انا انه اصوات اللائحة اي اخذت 73 الف 69 الف صوت تفضيلي، لائحة بي اخذت 43 الف ولا مجرة. اليوم انت عندك المجموع الاصوات اللي صوتوا 187 الف في 320 الف 320 صوت اعتبرتهم انه التغوا، يعني حصل فيهم غلط. الورقة البيضاء لا تلغى، الورقة البيضاء تعتبر كأنها اقتراع. ف 187 الف على ال 11 مقعد اللي موجودين بهالدائرة بيطلع الحاصل الانتخابي الاول 17 الف، اي بمعنى اخر اللائحة دي اللي هي حصلت على 16500 واللائحة اي 13500 واللائحة اف اللي حصلت على 9000 طاروا برا. رحنا على الشمال على الجدول الثاني بيطلع عنا انه مجموع الارقام اللي بدنا نحتسبها لاعادة احتساب الحاصل الانتخابي الجديد هي 148000، بيطلع عنا الحاصل الانتخابي الجديد 13455. يعني لاحظ على اليمين انه اللائحة اي كانت قديش جايبة 13500، بتقول لي هذا ظلم، كنت كنسل اول واحد ورجع قلوب. لا هي مش حزيرة، انه اذا على الاقل ما حصل حاصل انتخابي اللي مقعد في الدائرة اللي هو، فتلغى اللوائح كلها. من هون صار الحاصل الانتخابي 13455. في عدة مدارس لاحتساب المقاعد، في الكسر الوسطي، في هون، في ما بعرف شو، تم اختيار الكسر الاكبر. يعني اذا احنا قسمنا عدد الاصوات اللي حائز عليها كل لائحة الحاصل الانتخابي بيطلع عندي باول حالة 5.4، يعني الاول بياخد 5 مقاعد، الثاني بياخد 3 مقاعد، الثالث بياخد مقعدين بيطلع 10، ناقصنا مقعد. مين اللي حاصل انتخابي الكسر الاكبر تاعه عفوا اكبر؟ اللائحة اي. فاخدت اللائحة اي 6 مقاعد بثلاث مقاعد للبي بمقعدين للاثنين. هيدي كلها ما له علاقة فيها الناخب، الناخب فقط عم يعمل كليك فقط، مثل ما قال معالي الوزير باروت هو أسهل من انتخاب السابق. بالنتائج النهائية يعني صح ما فيك تقدر مين اللي حينجح، ما كتير يعني القصة. اعتبرنا باللائحة ايه طبعا هذا أنا عامله سورتنج من الفاينل، أوكي تصوروا انتم من اللائحة ايه في 6 مقاعد، اخذ 6 مقاعد تقولوا ما طلع له ولا مقعد من اللي هو كان عامل عليه حساب انه اخذ مثلا
بالمقعد عفوا الحمراء شادد همه همته واخذ 5300 وما اخذ، لانه اللي اخذ اول واحد تاع المنيو هو مقعد واحد اللي حقيقي، فاللي وراه ما بقى له لانه راح المقعد وله مجره. تصوروا اخر واحد اللي هو ترتيبه 33 ترتيبه نجح. ليش؟ لانه لائحته ما حصلت المقاعد اللي بقيت له. لو هالمقعد هيدا ما كان حاطه بلائحته، لو هالمقعد هيدا ما كان حاطه بلائحته بيروح للائحة اللي حائزة على الصوت التفضيلي الأكبر لنفس المقعد لنفس المذهب. هذه موجودة مادة بالقانون. هذا التمرين ليبين شغلة انه من الصعب جدا انه كمان نتهم انه والله هذا تفصل لنروح انه والله كلهم قادرين يعملوا وينشحوا خالد ومحمود وجورج ولياس. مش صحيح. الامور اصعب ما احنا نفتكر احيانا، وربيع بيعرف هالكلام، انا مرة اتناقشت انا وياه بالموضوع. حصر الصوت الانتخابي احيانا بيؤدي الى نجاح بصوت او صوتين تفضيلي، لانه عدد المقاعد اللي بدي حصلها. فانا ما احطول بالنقاش، حبيت بس اعطي هالمثال هذا، واي شيء بالقانون نرجع نحكي فيه. شكرا كثير خالد، شكرا كثير. لارا صباح الخير فخامة الرئيس، سيدات والسادة الكرام. انا كثير محظوظه كنت انه تبعت صياغه او النقاش تبع الانتخابات من 2010 لليوم. فعليا شكل لجنتين بالبرلمان تبعت كل شغلهم، يعني الواحد اللي بيتابع كيف بلش النقاش بانه الانتخابات ابدا اذا بيرجع لورا ما بيتوقع انه رح نوصل لهيدا القانون بالذات. بتخيل دكتور فتفت بيوافقني الراي. قبل ما غوص بتفاصيل القانون رح احكي عن حسناته وعن سيئاته، رح اعملها بطريقه شوي منهجيه. بدي اقول مثل ما قال الوزير بارود انه هذا القانون يمكن كتير سهل للناخبين، لانه هن بس بدهم ينقوا لائحه من اللوائح المقدمه قدامهم على هيدا الكارت الكبير اللي حتوزعها وزاره الداخليه، وبضمن هيدا اللائحه بده يحطوا تك على اسم الشخص اللي بفضوا. بينما بالنسبة للأحزاب والمرشحين والمرشحين رح تكون أصعب شوي. أولا بالنسبة لتوزيع الصوت التفضيلي، لأنه في مناطق أو دوائر بالأحرى كتير صعبة تقدر تقنع الناخبين فيها أنه ما يصوتوا لرئيس حزب معين أو لرئيس كتلة معين. يعني كتير صعبة تقنع الناخبين مثلا بشوف أنه أنت أفضل ما تصاحب صوت تفضيلي للنائب وليد جملات وتحط لحدا تاني بلايحته تقدر مثلا التقدم الاشتراكي يطلع نواب أكتر، ونفس الشيء ببيروت، نفس الشيء بمناطق تانية. هيدا بالنسبة كمان في حيكون في شوية صعوبة باحتساب الأصوات وبالترتيب بقلب اللوائح. بس أنا بالنسبة لي أصعب شيء رح يكون للمجلس الدستوري، لأنه هيدا القانون حيضمن أنه يكون في كتير طعون انتخابية رح تتقدم وقت تطلع النتائج، نظراً لكيفية الاحتساب تبعه لشوي ضبابية الموضوع، لأنه رح يكون في ظلم ورح أشرحه بمحطات كتيرة. أولاً بس تنقول أنه هيدا القانون عمل تحسين نسبي، تما نكون كتير سلبيين. أول نقطة أنه دفن قانون الستين اللي كنا بنعرف أنه هو قانون البوستة وقانون المحاذر، وبنعرف كل سيئاته بالنسبة إن كان لعدم التمثيل الصحيح والعادل أو بالنسبة للعمليات الكتيرة غير الشفافة بالعملية الانتخابية. النقطة الثانية هو حسن نسبياً قدرة المسيحيين على التأثير على مقاعدهم، اللي هي كانت نقطة كتير مهمة دفعت لتغيير قانون الانتخابات. بقانون الستين كان تأثير المسيحيين على 30 مقعد من أصل 64، بهيدا القانون صار تأثيرهم على 49 بقدرتهم الذاتية من أصل 64. يعني بالتالي حسن، لكن نحن كتير بعاد بعدنا عن 64 المناصفة اللي حكى عنها الدستور. وهيدا أمر مؤسف، لأنه يمكن نحنا بوقتها كان عم ينوضع هيدا القانون اعتبر أنه المسيحيين هن بمرحلة قوية، كون أنه رئيس الجمهورية هو رئيس قوي
وهيك وصف، وكان في تحالف حتى كان بين التيار والقوات. تعتبر انه هيدا التحالف ممكن يؤدي وقت تشكلت هيدا الحكومة انه ينعمل قانون انتخابات يحسن بعد اكتر تأثير المسيحيين على مقاعدهم او المقاعد المخصصة لهم. تالت نقطة انه العملية الانتخابية تحسنت نسبيا كمان لجهة اعتماد بطاقات مطبوعة سلفا من وزارة الداخلية، وبالتالي امكانية التعليم والغش خفت كمان لهيدا الناحية. بس هيدا القانون انا ما بسميه قانون نسبية، انا بسميه قانون الاستنسابية، لانه سيئاته خاصة بموضوع الاستنسابية فيه اكتر من ايجابياته بكتير. اول نقطة هي لناحية التشويه النسبية. شو يعني؟ اسمياً هو قانون نسبي، بس مفاعيله هي مفاعيل القانون الأكثري. بأي معنى؟ أول نقطة بمعنى اعتماد القضاء كمعيار للترشيح للانتخاب وللفوز، عم بيخلي إنه القانون اللي هو فعلياً نسبي يعطي نفس المفاعيل تبع قانون الستين أو قانون 2008 اللي كان على أساس القضاء. تاني نقطة كمان شوه النسبية بدوائر معينة، مثلا المنية فصلت عن الضنية وبالتالي بقي فيها مقعد واحد، وبالتالي هيدا بطل قانون نسبة، وبطل حتى العالم اللي عم تنتخب هيدا اللايحة بالدائرة الكبيرة اللي ضمنها بتنقي بالمنية صوت تفضيلي، ما رح تنقي صوت تفضيلي يعني في مقعد واحد، يعني اذا نقيت هاي اللايحة دي فاكتو نقيت هيدا الشخص اللي هو على هيدا اللايحة. فكمان هون في كمان ما في نسبية بهيدا الموضوع او ما في تفضيل بهيدا الموضوع، والعالم اللي هن بالمنية المنية الناخبين عم بيصوتوا على اساس قانون مختلف عن باقي الناخبين بلبنان. ثانيا في غياب لوحدة المعايير، اولا بتقسيم الدوائر بمحلات اعتمد القضاء كدائرة انتخابية وحدة، محلات تانية في أقضية دمجت بين بعضها، ما طلع هيدا الشيء علي بمحل اعتبرت دائرة، بمحل تاني صيدا وجزين هن دائرة. ثانيا بكيفية عدم غياب وحدة المعايير كمان بكيفية توزيع الصوت التفضيلي، يعني بمحلات تانية يعتبر الصوت التفضيلي هو بقضاء، بمحل تاني دمج قضائين ببعض واعتبر انه الصوت التفضيلي لهيدول القضائين مع بعض، مثل على هيدا الشيء الاقضي المجموعه مع بعض حسبية مرج عيون، رشايا لبع الغربي الصوت التفضيلي هو هول الاثنين سوا، بعلبك الهرميل كمان، بالوقت اللي صغرتا صوت التفضيلي لحال، البشري لحال، الكوره لحال، والبترون لحال. وبالتالي كمان في عدم احترام لوحده المعايير في كيفيه توزيع الصوت التفضيلي. ثالثا هيدا القانون حرم عدد كبير من الناخبين من التصويت لممثلينهم، وبالتالي ما رح يأمن التمثيل الصحيح. مثلا اعتماد الصوت التفضيلي بالقضاء ادى لانه 60,000 مسيحي ما قادرين يأثروا على مقاعد المخصصة للمسيحيين، وهون عم نحكي بشكل خاص على 16,053 ناخب مسيحي بالمنية الضنية، على 3,610 ناخبين بصيدا، على 11,937 ناخب بصور، على 5,256 ناخب بالنبطية، على 16,260 ناخب مسيحي ببنت جبال. يعني اعتماد الصوت التفضيلي بالدائرة الصغرى خلى انه مسيحيي بيت بنت جبال والنبطية على سبيل المثال معزولين انتخابيا عن المقعد المسيحي الوحيد اللي هو موجود بدائرة مرج عيون حصبية. لو انه اعتمد الصوت التفضيلي على الدائرة الاكبر مش على الدائرة الصغرى كانوا قدروا يأثروا على المقاعد اللي مخصصة للمسيحيين بهيدا الدوائر الكبرى. ثانيا كمان نقل قرى شرق صيدا لصور كمان هيدا الموضوع حرم الناخبين بهيدا المنطقة من انه يأثروا على مقاعدهم الون. ثالث نقطة كمان عدم تخصيص مقاعد للسريان اللي بنعرف نحن انه هن عددهم فعليا اكتر بكتير من الاقليات الباقية، ما في مقاعد مخصصة لالون، كمان هيدا القانون حرمهم من انه يقدروا يجيبوا عالم فعلا تمثلهم. رابعا كيفية احتساب الاصوات
بالنتيجة. وهون عم بحكي، كنت عم بحكي بشكل خاص عن الطعون اللي حتتقدم قدام المجلس الدستوري، ما حتأدي بالضرورة لتمثيل صحيح وعادل. بأي معنى؟ يعني في يكون مرشح حاصل على عدد أصوات تفضيلية أكثر بكتير من غيره على نفس اللائحة وما يربح مقعد، لأنه اللوائح اللي قبله أخذت المقاعد المخصصة للطائفة تبعه أو للقضاء اللي هو مرشح عنه أو الدائرة الصغرى إذا منه قضاء. فبالتالي معقول كتير يكون هو أخذ أصوات تفضيلية أكثر من غيره بس ما يربح، ويمكن هو يكون الرابح أكثر واحد يأخذ أصوات تفضيلية بس كمان لأنه المقعد المخصص لطيفته تاخذ من اللوائح اللي قبله إذا كانت هي أخذ على حاصل انتخابي أكثر، فبالتالي قبل كمان ما رح يطلع له مقعد. نفس الشيء ما حيكون في تمثيل عادل وصحيح بما أنه عتبة التأهيل هي عالية لأنه هي مساوية للحاصل الانتخابي، وبالتالي هيدا الشيء ما حيؤدي لتمثيل التعددية السياسية والأقليات السياسية الموجودة بلبنان بشكل صحيح، وبشكل خاص الأشخاص اللي هن مستقلين واللي هن من جماعة المجتمع المدني اللي ما قادرين يعملوا تكتلات كبيرة لأنه هي بدها منطقة كبيرة تعمل تكتل كبير بالوقت اللي هن بس عم نحصرها بالدائرة الأصغر. المجتمع المدني والأشخاص اللي هن شخصيات مستقلة حيكون عندها صعوبة أكتر إنها تاخد الحاصل الانتخابي لليحة معينة، إلا إذا كنت على ليحة من أحزاب تانية، وهون بالتالي حطينا المستقلين كمان اليوم عم بيسموه بيتبنون الأحزاب اللي هو تعبير ما بعرف قد ايه مستحب. أخيرا بموضوع الإصلاحات الغائبة، أولا الكوتا النسائي، هيدا القانون بالرغم من أنه أكترية الأحزاب كانت عم تقول هي مع تمثيل أكبر للمرأة بالبرلمان، بالرغم من أنه ثلاثة أرباع كانت عم تقول أنه بدها كوتا، بس فعليا بالبرلمان وقت حزب الكتائب طرح التصويت عليها كلهم صوتوا ضدها. فاليوم هيدا الكوتا النسائي سقط من القانون الانتخابي، وفي خوف كتير كبير مش من أنه يبقى عدد النساء قد ما هو اللي هو بس أربع نساء بالبرلمان، أنه يتراجع العدد لأنه عم ينحكى أنه في بعض النواب النساء اللي هن حاليا حيترشح محلهم رجال، عم ينحكى هذا الموضوع أو أنه هن ما رح يترشحوا هيدا المرة. ما بعرف ست بهية الحريري عم قال يمكن يترشح محلها الأستاذ أحمد الحريري، جيلبرت زوين عم يقول يمكن ما تترشح، نايلة تويني يمكن ما تترشح. فبالتالي إذا الأحزاب ما رشحت عدد كبير من النساء هيدا المرة يمكن نشهد تراجع حتى مش الإبقاء عليها. وهو بدي ألفت لنقطة كتير مهمة، إنه المشكلة بوصول النساء على المجلس النيابي هو بالترشيح وليس بالاقتراع، لأنه وقت ترشح نساء على لوائح للأحزاب كلهم طلعوا، كل النساء اللي هن موجودات بالبرلمان حاليا كلهم طلعوا لأنه كانوا مرشحين على لوائح يا أما تكتلات يا أما تحالفات يا أما أحزاب، ولا وحدة سقطت. تاني نقطة، يعني بعكس ما بيقولوا أنه ما بينتخبوا النساء، تاني نقطة بالانتخابات البلدية الأخيرة تبرهن أنه النساء المرشحات حازوا على عدد أصوات أكتر بكتير من الرجال وكانوا باللوائح السكور الأعلى هن أخدينهم، وعدد كبير يعني العدد الأكبر من اللي ترشحوا نجحوا، بس المشكلة كأنه عدد اللي ترشحوا هو قليل وبالتالي كان عدد اللي وسطوا قليل. فبالتالي من هون أهمية الكوتا بالترشيح حتى تجبر الأحزاب ترشح أو التحالفات أو الكل يرشح حتى يوصلوا، لأنه بس يترشحوا رح يوصلوا. اثنين، موضوع المغتربين، صحيح انه هذا القانون لاحظ اقتراع المغتربين وسبلا صار التسجيل، بس عدد اللي تسجلوا ال 22700 هو قليل نسبة لعدد المغتربين فعليا اللي بالخارج، فكمان هيدي نقطة لازم نشاف ليه ما تسجل كتير عالم. تاني نقطة، لاحظ القانون تخصيص 6 مقاعد للمغتربين بالدورة القادمة، بالتالي هن ما رح ينتخبوا نواب ال 128، رح يكون في 6 مقاعد بينعزلوا فيها عن باقي لبنان، هؤلاء قالون هن هون بيشتغلوا سياسة ما قالون تأثير على الداخل اللبناني، ما قالون عم نفصلهم عن قراهن وعن ضياعهم اللي احنا بدنا اياهم يضلوا ممسكين فيها ويأثروا فيها وبقرارهم السياسي، عم نفصلهم عنا، عم نمنعهم من التأثير بالداخل بلبنان.
والزيادة عن هيك في مخالفة بقلب هيدا القانون، هي مخالفة واضحة للدستور اللبناني اللي هي بتقول انه هول الست مقاعد مرت الجي بيتحددوا بموجب مرسوم وليس بموجب قانون، وهون عم نخالف الباراليزم دي فارم اول شيء لانه القانون يعدل بقانون، وتاني شيء ما بحياته بتقرر المقاعد النيابية كيف بتتوزع، وزير الداخلية بيقرر هذا الموضوع لأنه المرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. يعني هو مارتجة بده يقرر أي مقعد درزة بده ينشال من منطقة ما بعرف علي شوف رشية وينعطى لمنطقة بالاختراب. نفس الشيء بالنسبة للمقاعد التانية السنية الشيعية المسيحية، ليك هو بيقرر من رأسه أي مقعد منلغيه من الداخل ومنحط محل واحد تاني ببلد تاني بالاختراب. النقطة الأخيرة بهذا الموضوع هي البطاقة المغناطيسية اللي هي أبداً ما أصلح، بالعكس وهي كانت حجة اللي استعملت للتمديد. ما رح أزيد على اللي قاله الوزير بارود بهذه النقطة، بس كمان هيدي رح ترجع تأدي لحجز بطاقات من أول بجديد، إمكانية الغش بهذا الموضوع. بكتفي بهذا القدر. شكرا كتير لارا. نحن معنا بونس تلت ساعة لما يجي غسان، نعطينا غسان. هيو حسب البرنامج في كافي بريك 19 اكزاكتلي، بركي بناخذ كافي بريك 19 ربع بيجي غسان يبلش بعدها، فحيكون معنا ثلث ساعه نقاش. انا سريعا بس بدي الفت نظر لشغلي، ودائما انا بدماغي انه دائما بنحكي وكانه الهويه الوحيده في لبنان هي الهويه الطائفيه. طيب في قوة تاني كمان ما بنحكي عن تمثيلها في مجلس النواب، يعني مثلا مثلا مثل النساء، الشباب، الإعاقة، المناطق وغيرها من الأمور. نقطة تانية بدي أقول كمان أنه نحن هذا القانون سيشجع اللبنانيين ينتخبوا على أساس بجوز مش هالدورة بس على أساس على أساس مواقف سياسية، لأنه هذا القانون خفف كثير من الانتهازية من زمان. مثل ما قال زياد، هذا ابن عمي بنتخبه، هذا ساعدني هو بنتخبه، هذا دفع لي 100 دولار بنتخبه، على نفس القائمة. يعني بننتخب تناقضات بنفس القائمة، هلا ما بقى فيها التناقضات، صرت مضطر التزم بخط سياسي وهذا كتير جيد، هذا ايجابي. رغم انه صوت التفضيلي ايضا رح يقول لي اني انا صاحب القرار اللي قرر مين بده يطلع، بغض النظر انه الواقع على الارض حيكون في يلي معه مصاري اكثر بيدفع واللي عنده شعبيه اكثر بيدفع. واخر نقطه بدي اقولها انه بالنهايه قضيه المراه وغيرها، يعني كمان في شيء اسمه العمل السياسي البوليتيكال براكسي. يعني زوين ما طلعت نائبه هيك نقوه لو ما عندها كم صوت، ما أخذ الجنرال عون معه، وستباهية لو ما هي ما كانت نزلت على الانتخابات. فبالتالي هدول بيمثلوا عمليا، مش انه او هيك اشكال وهمية انه عم نعمل تمثيل نسائي، لا ما صحيح، هني حقيقة موجودة على الارض وعندهم اصوات. فبالتالي انا رأيي انه المرأة بدل ما تدور على كوتا تخوض المعركة وتربح اصوات وتغير هالمجتمع الذكوري ولا شو، وتقلبوا رأسا على عقب حتى يتغير ميزان القوى. حاترك المجال للنقاش هلا حسب سامي، نعطي 5 دقائق للمداخلة الأولانية وبعدين تفضلوا مين بيحب الباب مفتوح. أحمد شرف، انتظرت شوي إذا حدا بده يحكي، بس الحقيقة يعني أنا لاحظت إنه بالمداخلات عم نحكي أحيانا مش عن نفس القانون، انه في تقاطعات غريبه واحتسابات غريبه. انا ما شاركت بالناحيه التقنيه بس باخر مجال. اكيد في موضوع دستوري اساسي، انا برايي انه المواطنين اللبنانيين كلهم متساويين، لكن في توزيع طائفي بالمجلس النيابي، والمناصفه هي على المقاعد النيابيه للنواب مش للمقترعين. هي نقطة كتير كتير مهمة، لأنه مثل ما في صحيح أنه نعتبر أنه في 60,000 مسيح غير مؤثرين، لا هن مؤثرين جدا، هن مؤثرين بالمقاعد الأخرى، ممكن يلعبوا دور تأثير ويقلبوا الموازين الانتخابية ببعض الدوائر الإسلامية، كما أنه في مسلمين بدوائر مثل بالكورة مثلا، والكورة صغرتها دائرة كورة صغرتها في 20,000 مقترع مسلم. فبالتالي هذا الأمور أنا بشوفها بالعكس إيجابية، لانه هذا نحافظ على الاقل على حد ادنى من الوطنيه باقتراعاتنا بخياراتنا السياسيه، ما نروح كله بالمنحى الطائفي. والحقيقه انا موافق معك ساره انه هذا قانون استنسابي، اي قانون انتخابي هو استنسابي ما عدا قانونين، يا اما الدائره الفرديه اللي فيها عدد ناخبين
متساويين بالدوائر أو شبه متساويين، وهذا كان مستحيل بلبنان، كان أو الدائرة الواحدة مع نظام حزبي بترتيب مسبق للناخبين، ساعتها منكون عم نحكي عن نظام غير استنسابي. ما عدا ذلك هو استنسابي، كل القوانين استنسابي، هذا قانون استنسابي مثله مثل غيره. بس الحقيقة أنا بدي أرجع أحكي بموضوع أنا دائما بحكي فيه، وهذا نقطة كتير مهمة. نحن كأنه عم نحكي ببلد مثالي أنه اللعبة الديمقراطية حتاخذ مجراها بالانتخابات بشكل كتير طبيعي. نحن بنعرف أنه هذا صحيح ببعض الدوائر وغير صحيح بدوائر أخرى، وهذه نقطة كتير مهمة. نحن بنعرف أنه بجنوب بسنة 2009 عملياً منع يكون في مرشحين معارضين، مكاتب وسيارات أحمد الأسعد احترقت، ومنع المندوبين يفوتوا على مراكز الاقتراع. مشان هيك أنا من الأساس كنت معتبر أنه مش صحيح أنه النسبية هي حل لكل المشاكل اللي منعالج منها، لأنه نحن بدنا بالأول نتأكد أنه الناخب مش هو يكون ديمقراطي. أنا ما بوافق معك أنه الناخب بده يكون هو، لأنه الناخب بطبيعته ديمقراطي، الناخب بيحكي مصالحه، ديمقراطية بدي هي حكم الناس. فبالتالي كل إنسان بيصوت هو إنسان واعي بها، هو بيعرف مصلحته. المشكلة هي بقيادة الانتخابات وكيف مندير المكنة الانتخابية وكيف مندير العملية الانتخابية اللي فينا نأثر على ديمقراطية الانتخابات ونغير النتائج، وهيدي عم تصير دائما وحتصير هلأ مجددا. أنا ما بعتبر أنه هذا القانون إنجاز كبير، أنا أبدا ما بعتبره إنجاز كبير، ما عدا بنقطتين يمكن أشير لألون بموضوع البطاقة المطبوعة سلفا، هيدي نقطة كتير كتير مهمة، ولأول مرة تحميس المغتربين أنهم يشاركوا بشكل فعال ما يضطروا ينتقلوا ويصير في أداة مادية انتخابية بالموضوع. ما عدا ذلك بالعكس أنا بشوف في سلبية، لأنه في مناطق حتنتخب بمفعول أكثري، لأنه في أحزاب عندها القدرة أن تنزل ناخبين ببعض الصناديق بنسبة 95% إذا منتطلع على نتائج مرت الماضية ببعض الدوائر الانتخابية مثل بتصور بالنبطية مثلا، وفي دوائر أخرى فيها 30%، وهذا مفاعيله بكل صراحة حنشوفها تاني يوم الانتخابات، وأنا برأيي حيطلع صريخ تاني يوم الانتخابات، لأنه حنكتشف أنه في وضع اليد على المجلس النيابي. أنا بقناعتي هذا القانون سيؤدي إلى وضع اليد من قبل حزب الله على 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 المجلس النيابي، لأنه عنده القدرة بالمناطق بتحالفاته أنه يأمن أكثريات كبيرة، وقدرة أنه يخرق عند البقية، لأنه البقية لا في سلاح ولا في الإمكانيات المتوفرة وبالتالي حيكون في خرق عند المسيحيين، حيكون في خرق إمكانياً عند الدروز، حيكون في خرق كبير عند السنة، وبالتالي اللعبة ما عادت لعبة انتخابات ديمقراطية بل لعبة وضع يد، وهي تحضير ربما لقانون انتخابي. إذا نحن شايفين بعد الانتخابات حيكون في قانون إصلاحي، أنا بعتقد نحن غلطانين كتير، حيكون القانون بعد الانتخابات بسبب نتائج هذا القانون حيكون أسوأ من هيدا، وربما مش بس قانون انتخابات، كتير من الأمور التشريعية الأخرى. أنا حبيت ألفت نظر لها النقطة لأنه عم يتم تجاهلها كتير بالحديث عن قانون انتخابات، وكأنه هي تحصيل حاصل، أنه خلص نحن حصلنا على النسبية حصلنا على إنجاز كبير، هيدا وهم كبير. شكرا. بس تفضل عاصم جاري. صباح الخير. أنا للأسف وصلت مأخر، ما سمعت شوي من أستاذ خالد وأستاذ زياد، لكن سمعت لارا وهلأ سمعت الدكتور أحمد فتفت. عندي أسئلة لأستاذ لارا وعندي ملاحظات على اللي قاله الدكتور أحمد. أولا الموضوع النسبية، يعني تمام بعكس ما يقال أنه هاي نسبية محسومة، أنا بدي أعطي نموذج بسيط بس بالنبطية أو بالبقاع. البقاع اللي أمل حزب الله كانوا هني الآن أكثر معركة انتخابية رح تكون هي بالبقاع الهرمل وبعلبك، لأنه إذا أمكن تشكيل لائحة قوية تستطيع أن تنافس أمل حزب الله. ما بعتقد في ظروف أمنية تمنع ذلك إلا إذا ما في مرشحين، يعني إذا تجمعوا القوى المعارضة لأمل حزب الله ببعلبك الهرمل بيقدروا ياخذوا 30-40% من الأصوات كما حصل بالانتخابات البلدية، إلا إذا كانوا هؤلاء المرشحون لا يمثلون. يعني هذا مسألة إشكالية، يعني مع احترامي أنا لتجربة الأستاذ أحمد أسعد، بس مش اللي منع أستاذ أحمد الأسعد أنه ينجح لأنه حرقوا له سياراته. بدنا نشوف قديش أستاذ أحمد الأسعد يمثل
ببيئته يعني آنذاك، يعني لأنه بال 2004 أو 2000 كانوا القوى اليسارية متجمعين ونجحوا أخذوا 30% من الأصوات بظل وضع أمني كان أصعب بالنسبة لأمل حزب الله بوقتها، كان بعد التحرير والوضع كان نسبيا، بس نجحوا أخذوا 30% أصوات رغم كل الممارسة. يعني أنا برأيي المشكلة بعكس، يعني هذا طبعا شيء مهم جدا النسبية والصوت التفضيلي، ورح أحكي عن صوت تفضيلي أنا برأيي اللي كمان مهم حتى داخل أمل وحزب الله. يعني هلأ لم يعد الصوت اللائحة محسومة نجاحها بالأكترية، أمل بدها تحشد لتطلع عناصرها افتراضا، حزب الله بده يحشد لتطلع، لأنه إذا ما كان في صوت تفضيلي إذا بكون بينجحوا كلهم سوا باللائحة افتراضا العدد الأكبر. لكن هلأ جماعة أمل بالجنوب أو بالبقاع بدهم ينجحوا مرشحهم، ما راح يصبوا لصوت محمد رعب بالنبطية أو صوت ديك. فهي نقطة اللي هي نقطة كثير مهمة، أولا للناخب بيقدر يختار اللي بده إياه، ثانيا للقوى الأخرى المعادية. المسألة الأخرى يعني أنا ما بعرف، الناخب المسيحي يعني نحن نحكي بلا طائفية وببيئة، بنرجع بنقول الناخب المسيحي لازم فقط الناخب المسيحي هاد بالنسبة لأستاذ لارا يختار بس مرشح مسيحي. طيب بالجنوب إذا أخذنا بس دائرة صور والزهراني، اولا كل المسيحيين بيقدروا يختاروا مثل ما بدهم يختاروا مرشح مسيحي، بيقدروا يختاروا مرشح شيعي، وبيقدروا اذا كان مرشح شيعي بيمثل لهم تطلعاتهم المدنيه او السياسيه. ليش بس المرشح المسيحي بده يمثل تطلعات الناخب المسيحي بالجنوب وبالزهراني وبصور؟ مثلا اذا مثلا رياض الاسعد بلائحه الزهراني صور ترشح وعمل لائحه مع مرشحين من دائره الزهراني ومن دائره صور، طب بيقدر المسيحي يعطي رياض الأسعد ولائحته مثل ما بدوش يعطي لائحة أمل حزب الله؟ يعني بيقدر. أنا برأيي فكرة أنه المسيحيون لن يختاروا، لا بيقدروا يختاروا إذا أحسنوا الاختيار وما ضروروا يحسوا خياراتهم بالموضوع المرشح، لا بيقدروا يختاروا من المجتمع المدني، بيختاروا مرشحين آخرين. هذه فرصة لكل مرشح من ناخب بغض النظر إن كان مسيحي يساري أنه يعبر. أنا برأيي هذا القانون هو تحدي لكل القوى خصوصا المجتمع المدني الأحزاب اليسارية. طب خليني أشوف هاي الأحزاب أين هي قوتها الانتخابية، لأنه أي قوة انتخابية رح تتمثل بصندوق الانتخاب وما حدا بيقدر يلغي حدا. شكرا. نقطة الأخيرة بس ملاحظة أخيرة، ملاحظتين صغار، يعني قرى شرق صيدا، طب من قرى شرق صيدا عندهم أول شيء مرشح مسيحي بمقدوشة، ما هن وصور رح يأثروا على لائحة مشتركة بين صور والزهراني. قرى شرق صيدا فيها في مقدوشة مش مقدوش يعني في مرشح، وهلأ ميشيل موسى في مرشح مثلا انه راح يتمثلوا هن وصور، يعني قصدي بيقدروا يأثروا باللائحة مشتركة. نقطة الأخيرة بس قالت انه عدد المغتربين اللي 90 صوتوا تسجلوا، حسب ما سمعت انا جوران بس يعني بقول 90 ألف، 92 حضرتك قلت 22 ألف، يمكن 92 بس برضو العدد صحيح، بس انه هيدي مدخل كمان. شكرا. شكرا. قبل ما اعطي جنرال زياد دكتور ملاحظه صغيره، يعني انا بحب انه اتفائل، بحب انه اشوف الاشياء حلوه، بس مضطر اني اشوفها غير هيك. يعني وقت بنقول انه المعركه مثلا بالبقاع في معركه وصعبه وفي امكانيه خرق، هذا رهن بالعتبة التاهيل يلي هي الحاصل الانتخابي، ويلي احيانا رح يكون مرتفع. ما بعرف بهي المنطقه بهالدائره شو رح يكون الحاصل الانتخابي. 10% مقبول، بس اي شيء فوق ال 10% بصير في احتمال انه القوى الاساسيه ما حدا غيرها يجيب ال 15%، او يعني بعتقد استاذ خالد بصيدا يمكن 20%. 20% رقم كثير مرتفع، وما بعود الا يعني اللي عندهم الغاء للباقيين. يعني مش انا بحب بس اربط هيدا الموضوع بالحاصل الانتخابي، وكنت بتمنى انه يكون القانون لاحظ مثلا 10% مش تكون، يعني ما يكون في اختلاف بين دائره بين دائره وثاني. موضوع الصوت التفضيلي الواحد عمليا ما زال عم نحكي عن صوت مسيحي او غير مسيحي، بس الصوت التفضيلي رح يصب كله وقت بيكون في تنوع بالدائره رح يصب عن طيفته. يعني بالمتن الشمالي فهمت الرئيس صح، اذا الصوت الارمني راح يروح باتجاه التصويت لطائفته. يعني كمان منه شيء كثير ايجابي واصلاحي. الملاحظه الاخيره، ذكرت استاذ قاسم موضوع المجتمع المدني او القوى اللي عم تحاول تغير، هيدي كلها
بالإضافة لموضوع الحاصل الانتخابي راهن بقدر رح تكون مجموعة، يعني إذا راحت بمجموعة واحدة ممكن تعمل خرق، إذا راحت بمجموعتين مش ثلاثة ما في أي ما في أي أمل إنه تقدر تحقق أي معاد. صحيح 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 مشكلة. جنرال شكرا دكتور. أنا الحقيقة بدي عفوا أنا العميد نزار عبد القادر. أنا الحقيقة بالمنطق العام بلتقى بمدخلتي هلأ مع ما قاله النائب أحمد فتفت، لأنه بالحقيقة يعني الموضوع منه موضوع تقنيات مثل ما تفضل وشرح لنا الأستاذ خالد الشهاب، ولا موضوع يعني بالواقع نبرم عن حسنات هنا وهناك، لكن بالأساس أولا هذا القانون بالنسبة إلي أنا كمثقف يعني أنا ما بفهمه كلياً، يعني بفهم خطوطه الكبرى، وأنا بقول أنه 90% من المثقفين في لبنان ما بفهموا القانون أكثر مني. أنا عم بعطي لأني بالفعلاً بعمل جهد، وأنا بكتب سياسي وبحكي سياسي وبحكي استراتيجية وبنظر وبحكي لغات والبتكن يا، بس ما عم بقدر بالواقع أتملك بصورة كاملة هذه العملية الانتخابية اللي راح تجري وفق هذا القانون. يعني بتطلع على دائرتي، بتطلع على دائرة غيري، بسأل الرئيس مئاتي مدى ثقتك انت تجيب مرشح، تجيب معك نائب تاني؟ قال لي ما عندي ثقة. بس عم بعطي مثل، يعني هذا شيء مخيف الحياة بهذا القانون. انا عم بقول لك لا في صعوبة دكتور، لا في صعوبة. انا بتعرف انت بترابلس بتعرفه، انا بعرف بترابلس في صعوبة. نعم بفتكره بده يترش. هلا اشياء تاني بدي اقول، في لعبة طماشي يعني معلش، في لعبة طماشي. الشيء التالت بدي اقوله انه انا بحسابات قعدت مع ناس كمان بحبوا القضية الانتخابية، طلع بالنتيجة انه كتلة ما يجتمع حول حزب الله واتمنى اذا راح تجي بسبعين او واحد وسبعين نائب، واذا الخرق كبر والسني بقيوا متفرقين كما هم ممكن يوصلوا لستة وسبعين نائب. وانا مجينا هيك رأيت على بعض المرشحين السني وسألتهم ليش ما بتتفقوا تتخفروا الخسارة اللي عم تصير. شكرا شكرا. نتوسع الدائرة الطلب، فخليني معنا حدا انا امشي على 11 ربع القهوة ولا شو نوع قبل كمان. تفضل تعرفوا عن حالكم اذا ممكن مشان الباقيين. دكتور نوطان انبين زي ما علي السعي. ما في قانون كويس وما في قانون انتخابي مثالي، وهالي كنت بدي اقوله ديجا قال يعني واكثر قالوا زميلي دكتور فتفت. انا من هاللي بحبزوا النظام الاكثري بالدائرة الصغيرة، نائب واحد دائرة واحدة. ولكن عندي ملاحظة للي قالته مدام لارا، يعني ما أعرف إذا أنا فهمتك، ولكن نقضك بمحله جزئيا وتماما بغير محله بما تبقى. منه بمحله لأنه شعرت كأنك عم تقري القانون وعم تنقدي بواسطة أو بإطار مشروع قانون آخر، هل هو مشروع القانون الأرثوذكسي أنه السريين ما تمثلوا هون والأرمن ما نمثلين هون و64 وما عم نقدر نأثر غير على 49، يعني عن صوت وكلنا مثل بعضنا مواطنين لبنانيين. ولما أنا مسيحي، لما أنا كمواطن لبناني بصوت لحدا، بصوت لممثل للأمة جمعاء. أنا ماني عم صوت لممثل من كنيستي أو من طائفتي، عندي خور الرعي بمثل الهوية المذهبية أو الطائفية تبعي، وما تبقى تدبير هيدا منه شيء كياني. والتمثيل على أساس نسبة الديموغرافيا الطائفية أو لا هيدا تدبير، والطائف اعترف
انه ما بقى نعد بعضنا. واذا بدنا نقول انه ما بقى نعد بعضنا 64 مركز مسيحي اوكي اتس اوكي. وين المشكله اذا المسيحيين ما بيقدروا يأثروا غير على 40 أو 49 أو 50 واحد منهم؟ فبفتكر وبنتهي هون ما تواخذني، فبفتكر في هناك واجب من المثقفين وهاللي يعني عم يعملوا جايدنس للمواطنين تا يقدروا يفهموا القانون، إنه ما يستعملوا القراءة الطائفية. شكرا. شكرا دكتور أنطوان. ملاحظتين قبل بس مداخلتين علي وربيع، تفضل. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، أول شيء شكرا على العرض التوضيحي اللي الجميع ساهم فيه بموضوع اللي قاله الدكتور فتفت عن وضع اليد. أنا برأيي ما أنه محصور بمجموعة معينة أو ب في شراكة بالحكم، هيدي بسميها الشركة الحاكمة. هاي الشركة كلها إلى مصلحة بجعل القانون النسبي يلي كلنا طلعنا لقلو، كل اللبنانيين طلعوا لقلو، أنه يكون معوق. لذلك تم تفخيخه للقانون النسبي. في الوزير الصديق زياد باروود بيعرف تماما انه النسخة الاساسية تبع القانون النسبي ما كان فيها كل الثغرات يلي استجدت بعدين، لا سيما موضوع الصوت التفضيلي. من غير المنصف انه ما يقدر ابن طائفة معينة ما يقدر يفضل حدا من طائفة اخرى. هلا هيدا ما بيمنع، بس هو دايما عنده ميل كما الجميع اجمع عليه انه يفضل حدا من طائفته. وموضوع الجغرافي فعلا انه عجيب غريب، وهيدا الشيء كله صار انا برايي كان في مجموعات من كل الاطراف عم تدرس وين ممكن اجراء تعديل، ولكن الهدف الأساسي هو أن تبقى تلك الشركة الحاكمة في موقع السلطة وأن تضع يدها على السلطة. شكرا. شكرا. ربيع تفضل. صباح الخير، ربيع هبر، فخامة الرئيس. أول شيء بشكر مبادرات بيت المستقبل المستمرة لتسليط الضوء على مواضيع أساسية بالبلد. بدي فوت دغري بالموضوع اللي كنا عم نحكي عنه وعم نسمعكم، اللي حكى اشياء كتير مهمة، بس في عنا مشكلة اساسية اليوم هي فهم القانون، يلي عم لاحظه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة انه الناس مش فهمانين القانون. مرشحين بيقولوا لي انه اذا صوتوا لتنليحة فيهم يصوتوا لي، مرشحين حزبيين، ناس عم يشتغلوا بالانتخابات كل يوم بيسألوني بدي نقي اثنين كل واحد عن لايحة، ناس بيقولوا لي بدي شكل لايحة، ناس مش عارفين انه في اول ترشيح بيترشح فردي وتاني شي بتتسجل لايحة. يعني في جهل للقانون بشكل مش طبيعي، وعيب انه وصلنا بكذا شهر بعد القانون بعد ما في شي جدي لشرح القانون للناس. كل الحكي عن تقريب قانون عن تقريب موعد الانتخاب حكي ما قاله طعمه، ما حدا بيقدر يقرب قانون تنفيذ الانتخابات. ليه؟ لسببين. السبب الاول هو انه وزارة الداخلية بعد بدها عندها بروسس طويلة عريضة من تدريب لرؤساء الاقلام، من لجان فرز، لجان قائد الى اخره، هو كلهم ما حدا عارف شي من شي شو بده يعمل. الموظفين الرسميين اللي بيروحوا بيديروا الانتخابات ما عندهم اي فكرة كيف بتصير البروسس. هاي من ميل. من ميلة تاني اكتر الاحزاب بعدها مش جاهزة، لا على مستوى التحالفات ولا على مستوى تركيب اللوائح. تركيب اللوائح هي summation of matrices، يعني هول الماتريسات اللي كنا ناخدهم اول سنة مات، يلي دارس مات كيف منركب ماتريسات، هاي دي هي الطريقة الوحيدة
لحتى نعرف نتائج الانتخابات، لأنه بكرة ما بنعرف مين، بنعرف مين رح يطلع بالأساس أو كل حزب كم مقعد رح يطلع له، بس ما فينا نعرف مين رح يطلع، لأنه بدها summation of matrices بس يخلصوا لوايح. وهيدا شيء بحس ما حدا منتبه له، حتى الأحزاب يلي عم يتعاطوا بالموضوع مفكرين الشغلة أنه آخر شيء بيعملوا صنداج وبيعرفوا الصنداج بده ماتريسات والماتريسات بده وقت، شغلة معقدة شوي. ومنا قصة بقى نطور وفلان كم صوت عنده وفلان شو بيجيب، بطلت هيك القصة، صار التوازن بين اللوائح. بموضوع استنباط النتائج، واضح كتير شو هي نتائج هيدا القانون. من اول نهار طلع هيدا القانون كان واضح شو نتيجته، كل حزب قدي بيجيب، لانه معروف كل حزب قدي بيجير وقديش حجم شعبيته. اليوم المستقبل حقق 5 نقاط زيادة او نسبة زيادة لظرف ما، او نزل شوي، او الكتائب عليو، او التيار نزل، او الى اخره، ما بيغير كتير بالصورة النهائية، ما رح بيغير بالصورة النهائية. وهيدا كله بنتيجة احجام الاحزاب، احجام الاحزاب واضحة بلبنان، معروف كل حزب كم صوت عنده بكل منطقة. انا رح قلكن من هلا، وانا يعني قادر اجزم 99.9% بالنتائج الاساسية، بعرف مين رح يطلع بالمناطق، يعني بعرف بالمتن شيخ سامي جميل نايب، سايب نحن ببيت المستقبل، حكما نايب، ابراهيم كنعان نايب، بعرف انه مثلا بالباترون جبران باسيل نايب، بعرف انه بجزين او مثلا بصيدا بعرف مين النايب الى اخره، بعرف بكل المناطق مين نايب، بس مين يلي بيطلع باللوايح بعد منهم ما بعرف. بس مش هون القصة، القصة الاساسية الاحزاب شو رح بتجيب والقوى السياسية شو رح بتجيب. هيدا القانون الثنائية الشيعية مثل ما قال دكتور فتفت رح بتجيب 30 مقعد بواسطة هيدا القانون، رح يستردوا ما فقدوا من مقاعد بالستين، يعني رح يستردوا مقعدين ببيروت، رح يستردوا مقعد بجبال، رح يستردوا مقعد ما بعرف وين، رح يستردوا 5 مقاعد خسرانين، رح يجيبوا 30 نايب. مش هيخسروا مقابيل؟ مش رح يخسروا مقابيل، وبالتالي رح حلفائهم المباشرين يعني المتحالف معهم بالمباشر رح يجيب 25-30 مقعد، صفينا بكتلة من حوالي 55-60 مقعد. بس بالمقابل مش هون المبدأ، ما أخذوا الأكترية بالبرلمان، لأنه الأكترية البرلمان هي 65 مقعد، 64+1، يلي رح بيصير أنه كل باقي القوى بدها تفرط، بدها تتفرفط. تيار الوطن الحر رح يقل عدد مقاعده، المستقبل رح يقل عدد مقاعدهم بشكل واضح، الكتائب ما بعرف إذا بيحافظوا على مقاعدهم أو بيقل، ما في إلا القوات اللبنانية بهيدا القانون بيزيد عدد مقاعده، والباقي كله رح بيقل. شو عملنا؟ خلقنا كتلة كتير كبيرة بالبرلمان بيقابلها كتل صغيرة ومفرفطة وما عندها قرار واحد، حكما ما رح يتجمعوا كلهم ضد حزب الله، ولا رح يكون عندهم قدرة يواجهوا هالقوة الكبيرة، حكما رحنا نحنا على برلمان بيتمتع بالمرونة الكاملة وبالقرار فيه حزب الله وحركة أمل أي الثنائي الشيعي مع حلفاء لألون ملتصقين فيهم بشكل واضح وواضحين منني، وبيمشوا كلهم بنفس القرار. ما بعرف إذا هالشيء عاطل أو مش عاطل، هيدا غير موضوع، بس هيدا رح بيصير. هلا استراتيجيا شو رح بيصير؟ وكنت عند سامي مرة الماضية وحكيت نفس الحديث، يمكن استراتيجيا شو رح بيصير؟ هل قانون مثل ما قال دكتور فتفت وأنا بأيده رح يجر لقوانين، رح يجر لعدة قوانين، لأنه المتحكم بالبرلمان رح بيكون قادر يعمل قوانين، يمكن قانون انتخاب جديد، يمكن قانون أحوال شخصية، يمكن ما بعرف شو هو القانون يلي بده يطلع. ولكن نحنا من بعد أيار 2018 غير ما قبل أيار 2018، نحنا رحنا لمطرح أعطينا صك لحدا يقدر يتصرف بالبلد بشكل كامل. بغض النظر عن كل هيدا الشيء، القانون وقت أقر كنت أنا على تواصل مع غالبية الأحزاب، ما بدي أقول الأكترية لأن كنت عم شوف الكل،
بس مش الكل طبعا. ويلي اكتشفت انه كلهم عملوا خطأ وما كان حدا يسمع شو كنت عم قله. كلهم فكروا انه هيدا القانون رح بيجيب عدد ناخبين اضافي يدخلوا بالعملية الانتخابية. زحلة بالانتخابات البلدية صوتت 60%، وبالانتخابات النيابية صوتت 59%. أحلى نهفة عملتها، عملت دراسة ببيروت الأولى. أنا بال2009 عملت دراسات بالبيروت الأولى كمان يلي ما كانت بتضم المناطق يلي أضيفت له. أحلى شغلة أنه كنت ضل أقول أنه رح يجي 3750 أرمني يصوت. بيطلع حدا على التلفزيون بيقول لي أنت عديتهم؟ قلت له إيه عديتهم. صار يضحك. إجا الاختراع 3750 أرمني. هلأ ببيروت عن جد أنه ما خلينا بيت من الأشرفية للزوق. فتشنا على الأرمن بيت وبيت على الجي آي إس ودور تو دور. اكتشفنا أنه الأرمن بالدائرة الثانية هن 9000، الفوركاست هن 9000، وهال 9000 مخترة كتير أنه كلهم يصوتوا. يعني أنا برأيي المقترعين بحدهم الأقصى الأرمن رح بيكون 9000. فإذا يلي معول أنه هيدي الانتخابات تجيب له مزيد من الناخبين غلطان، ويلي معول أنه النسبية رح تعمل انفولفمنت لناس زيادة غلطان، ويلي معول أنه ببعلبك الهرمل بيجيبوا مسيحيين زيادة كمان غلطان، ويلي معول أنه السنة رح بيجيبوا زيادة ببعلبك الهرمل كمان غلطان. لا رح يزيدوا عدد المقترعين، إذا بدهم يزيدوا بيزيدوا بشكل قليل بالمناطق مثل عكار وبعلبك الهرمل بنسب قليلة، وبالمناطق مثل بيروت وزحلة وجبل لبنان ما رح يزيدوا شيء، ما رح يزيدوا شيء نهائيا. أنا بدي أقوله أنه شايف نظرة قاتمة من وراء هالقانون. هيدا القانون منه القانون الأفضل، هيدا قانون سيء جبناه. ياريت بقيت النسبية، ياريت بقي النظام الأكتري، ياريت بقينا على قانون 60، مع انه الوزير بارود ما كتير بيوافقني، بس يمكن من وراء قانون 60 كان فينا نجيب قانون افضل من هيدا وكنا قادرين على التغيير. هيدا صحيح قانون نسبة، ولكنه قانون نسبة اعوج للأسف، ونتائجه واضحة. وشكرا لك. شكرا ربيع. طيب هلا اذا ممكن نروح على الكافي بريك. بعد الكافي بريك غسان عنده مداخلة، بعد ما نرجع نفتح النقاش.